في تطور سريع للأحداث، سيطر محتجون على مقر الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في العاصمة كييف يوم السبت، فيما طالبت المعارضة بإجراء انتخابات جديدة بحلول مايو في ظل تراجع إحكام الرئيس الموالي لروسيا قبضته على السلطة في أعقاب اشتباكات دامية في العاصمة خلفت عشرات القتلى. ودخل المحتجون مقر الرئيس في العاصمة وكانوا يسيطرون على المدخل، وذكرت وسائل الإعلام أن مقر يانوكوفيتش خارج العاصمة كان خاليا أيضا. في غضون ذلك ذكر مصدر أمني كبير أن الرئيس لا يزال في أوكرانيا، وقالت مصادر إنه موجود في مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد. من ناحيتها قالت الحكومة الأوكرانية في بيان إنها ستضمن تسليما سلسا للسلطة لإدارة جديدة وفقا للدستور والقانون. هذا فيما انتخب أعضاء البرلمان الأوكراني ألكسندر توريتشينوف الحليف الوثيق لزعيمة المعارضة المسجونة يوليا تيموشينكو ليشغل منصب رئيس البرلمان، وذلك بعد استقالة الرئيس السابق الموالي لينوكوفيتش يوم السبت. وتوريتشينوف عضو كبير في حزب كل الأوكرانيين الذي تتزعمه تيموشينكو، وصارع البرلمان وصوت لصالح استعادة دستور 2004 الذي يحد من سلطات الرئيس وتغيير المدونة القانونية، الأمر الذي قد يسمح بالإفراج عن تيموشينكو. كما انتخب البرلمان النائب المعارض أرسن أفاكوف وزيرا للداخلية إلى حين تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وذلك بعد عزل القائم بعمل وزير الداخلية الموالي ليانوكوفيتش في وقت سابق. ويانوكوفيتش الذي تسبب في اندلاع احتجاجات عارمة بعد تحوله على الاتحاد الأوروبي لتوثيق العلاقات مع روسيا قبل 3 أشهر، قد قدم تنازلات كبيرة شاملة في اتفاق توسط فيه دبلوماسيون أوروبيون يوم الجمعة بعد أحداث العنف التي أودت بحياة 77 شخصا. لكن الاتفاق الذي دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة بنهاية العام لم يكن كافيا لإرضاء المتظاهرين الذين يريدون أن يتنحى على الفور بعد إراقة الدماء التي شهدت إطلاق قناصة الشرطة النار من على أسطح المباني في ميدان الاستقلال. رحاب علاء، رويترز.